بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في قناة الصادق التعليمية. الفيديو بتاع النهاردة احنا بنرد فيه على بعض الاستفسارات اللي جات لنا على الفيديو بتاع عمل ارتباط تشعبي. ورد إلينا سؤالين من الأستاذة كوتا والأستاذ عبد الله انهم جم يعملوا ارتباط تشعبي عن طريق إجراء ما مشيتش معاهم او ما حفظش معاهم، فاحنا ردينا في القناة وقلنا ان احنا هنعمل فيديو نشرح فيه كيفية عمل ارتباط تشعبي من خانة اجراء، مش خانة ارتباط، من خانة اجراء. المكان اللي معمول منه الكلام دون في 2010، في 2013، في 2016، في 2019 من ثابت ادراج. لما باجي احدد الحاجة، لو سمحت، لو حددت على سبيل المثال كده، هلاقي هنا في ارتباطات، في عندي حاجة اسمها ارتباط وحاجة اسمها اجراء. احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا على ارتباط، ازاي نعمل ارتباط تشعبي. النهاردة وفقا للاستفسارات اللي جات لنا فهنعمله من اجراء. نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي عملنا يعني عرض تقديمي بسيط عبارة عن شريحتين. الشريحة الأولانية زي ما ظهر قدام حضرتك في قناة الصادق التعليمية. الشريحة الثانية سميناها إدراج إجراء أو ارتباط بين قوسين في باوربوينت 2010 2013 و16 و19. فعشان أبتدي أعمله الأول بحدده. أول ما حددته ظهر لي هنا كلمة ارتباط وظهر لي كلمة إجراء. لما بفتح إجراء بيظهر لي حاجتين، النقر بالماوس و تمرير الماوس فوق. احنا هنعمل الحالتين ونشوف ايه الفرق بين النقر بالماوس وبين تمرير الماوس فوق. تمرير الماوس فوق مجرد ما الماوس بيجي على الكلمة اللي انت عامل عليها ارتباط بيفتح لك الحاجة اللي انت عملت ارتباط معها. فخلينا الاول ناخد النقر بالماوس. فبالاول هنا بلا يعني مفيش ارتباط، لكن لو انا عايز اعمل لها ارتباط يبقى هدوس او هضغط او هعلم على ارتباط تشعبي الى. الى دي تحتها كذا اختيار، الشريحة السابقة، الشريحة الاولى، الشريحة الاخيرة، الشريحة الاخيرة المعروضة، انهاء العرض، الاخر، عرض تقديمي اخر، ملف اخر. فاحنا في اول حالة هناخد الحاجة البسيطة وهي ان احنا هنعمل ارتباط مع مين؟ مع الشريحة الاولى. ارتباط مع مين؟ مع الشريحة الاولى. مش كده بس، ده انا هعمل له صوت كمان. فاجي عند تحت كده هتلاقي تشغيل الصوت، اعلم عليه، هو الاختيار بلا صوت، فانا هختار له صوت تصفيق. يبقى انا كده عملت ارتباط، هعمل ارتباط دلوقتي خلاص مع ان انا لما ادوس عليه يوديني الشريحة الايه الاولى. مش كده وبس، ده انا هعمل معها كمان صوت تصفيق وهقول له موافق. عمل ايه؟ جه على كلمة اجراء وخدها وعمل ايه؟ علمها وظللها وغير لونها. احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا ما بيظهرش الارتباط التشعبي دون او ما بيظهرش الحاجة الا في مود التشغيل اللي هو F5 او علامة الكاس اللي موجودة تحت. فانا هروح اول شريحة واقوم دايس على علامة الكاس او F5. اشتغل معايا دلوقتي بالماوس، عمل كليكة وظهرت الشريحة التانية. لو انا جيت عند كلمة اجراء اللي اتعلم عليها دي ودوست عليها وداني الشريحة الاولانية وخلى معاها التصفيق. وداني الشريحة الاولانية اللي انا عملت معاها ارتباط وخلى معاها التصفيق. لو رجعنا تاني للشكل ده في المود بتاعنا بتاع التصميم خلاص، والمرة دي بقى انا هحدده وهعمل اجراء، بس الاجراء المرة دي هعمله عند تمرير الماوس فوق. فوق ايه بقى؟ اول ما ادوس عليه فوق هخليه يروح لي لمين؟ لعرض تقديمي اخر. يعني هيروح يعرض لي باور بوينت تاني، هقول له عرض تقديمي اخر، فتح لي السجل او الجهاز الكمبيوتر بتاعي. فجهاز الكمبيوتر بتاعي انا عامله ومجهز حاجة زي هنسميها على سبيل المثال جرائم الانترنت، حاجة معمولة هحددها وانا محددها وعاملها قبل كده وهقول له موافق. هيقول لي انت هتسميها جرائم الانترنت عنوان الشريحة، هقول له اه موافق. وهنا هقول له موافق علشان ينفذ الكلام ده. بص كده، جه عند 2010 وقام عامل ايه؟ حاط لي خط. يعني انا مجرد ما اقف على 2010 بالماوس هيعمل ايه؟
هيقوم فاتح لي باور بوينت تاني اسمه جرائم الانترنت. طيب نشوف كده مع بعض، هنعمل علامة الكاس او اف 5، ادي اول شريحة. الشريحة التانية انا بدل ما ادوس على اجراء هدوس على مين المرة دي؟ على 2010. اول ما حركت الماوس عندها قام فاتح لي جرائم الانترنت، فتح لي الباور بوينت بتاع جرائم الانترنت اللي انا عامله، ولو انا استعرضته هيبتدي يستعرض لي الباور بوينت اللي ايه اللي موجود. يبقى انا هنا عملت ايه؟ في الحاجة الاولانية عملت اجراء، والاجراء ده ربطته بالشريحة الاولانية. في التاني عملت ارتباط تاني بس بتمرير الماوس فوق، تمرير الماوس فوق، واخترت عرض تقديمي اخر، واخترت عرض تقديمي اخر، لما دوست عليه فتح لي العرض التقديمي اللي انا اخترته اللي هو جرائم الانترنت. طيب ايه اللي ياكد لنا ان الكلام بتاعنا ده مظبوط؟ عشان الاساتذه اللي بعتوا لي بيقولوا احنا بعد ما حفظناه ما اشتغلش معانا. احنا هنروح لملف وهحفظ حفظ باسم مثلا على سبيل المثال، خلاص، وهحفظه على الكمبيوتر بتاعي في دوكومنت مثلا او على الديسكتوب، خلينا في على الديسكتوب عشان يبقى ايسر، وانا هسميه الاجراء وهخليه في المود اللي هو يشتغل على طول كباوربوينت شو، بحيث ان انا لما اضغط عليه يشتغل معايا على طول باوربوينت شو، وهقول له ايه حفظ. انا كده حافظه على الديسكتوب خلاص، وهقول له ايه حفظ، هو موجود اهو، مجرد ما ادوس عليه فتح الشاشة دي. وادي التانية 2010 اول ما وقفت عليها بالماوس عمل ايه؟ فتح جرائم الانترنت، يعني حافظ الكلام خلاص، ولو ده كده كملت معاه هيكمل العرض بتاع الباوربوينت. طيب لو دوست على اجراء، بص كده وداني للشاشة او للشريحة الاولانية. بكده الكلام بتاع الزملاء اللي هم او الاخوة المتابعين للقناة، احنا عملنا في الفيديو دون حاجتين في الاجراء، الاجراء عن طريق النقر بالماوس او عن طريق تمرير الماوس فوق، وشفنا ازاي نعمله وحفظناه ووريته لحضرتك وظهر قدام حضرتك. ارجو ان انت تكون استفدت من الفيديو دون. لو عجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاعجاب، واشترك في القناة لكي يصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.